اجي ابراهيم تبر هذا الكبير ابراهيم ابراهيم اجي تبر هذا الكبير هذا اجي وهذا اكبر حولي. اذا تحيه لجميع المشاهدين والمتابعين الاوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه القصر الكبير وبالذات سوق ولاد حميد. اكبر سوق في المدينه ديال القصر الكبير اكبر سوق الان اللي عامل الثمن ديالو تقريبا 4800 درهم. السلام عليكم. شحال عامله المبروطه؟ هذا 450. شحال؟ 450. 450 فرنك. 480 فرنك. السوق شويه كاين الغلا ولكن السلوك باقي ما كاينش شويه. السلوك ما كاينش. السلوك ما كاينش شويه. اللي شري ما كايناش. لا كاين شري السلوك شويه. الثمن كاين. السلوك باقي ما كاينش شويه. السلوك باقي ما كاينش شويه. وانا ما كنشوفش غير عاد وجهي في شويه 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 السلوك شويه. باقي السلوك ما كاينش باقي يعني الشري ما كاينش. الغلا كاين في الحوز وهذا في الثمن كاين في الاسواق ولكن انا في منطقه الغرب كاين الغلا شويه كاين الثمن قاصح شويه ولكن انا الثمن ما كاين. يعني السوق لا يكون ما يكونش. واخا هاب شويه. طب والله سبحانه وتعالى تكون الدعوه مرخوفه ان شاء الله على المسلمين والناس المساكين اللي ما عندهمش يعيدوا باش ما كاين الحمد لله. قلت الله سبحانه وتعالى يسهل على الجميع. اشعل حمزه. وحمزه عليا. وحمزه. شفتي عبد علي بنو هاو. شوف اخويا انا يوم ولاد النفخة عدنا تنبيع ونشري اخويا الناس حاضيني الدوار كله حاضيني ما عرفتش علاش حاضيني الدوار ولاد النفخة جمعة لالا ميمونة حاضيني كاملة ما عرفتش علاش حاضيني دابا انا علاش علاش متبوع الحولي ديالي ها هو هذا كنطلب فيه 110 هذا 550 عطاوها لي دابا قبيله حطيت لنا الثمن عطاوني 480 ما بغيتش اخويا راه قلناك 510 550 لا خصني واحد الغرض بولاد النفخة حاضيني اخويا ولاد النفخة حاضيني هذا طلبوا فيه 550 هذا مليح كامل حمزه صاحبي يقول لك اخويا السوق اللي ما السيده دول الشارع باقي ما دخل ولا يدخل الشارع باقي الشارع ما ولي السوق ما داير والو كي جاك السوق اخويا الشارع باقي ما دخل اخويا والعياد العياد نهار الله يدخل العيادة كرفسين كرفسين لا بالنسبة للكساب ولا البياع والشراي ولا الكلش والأثمنة ديال السوق؟ أثمنة كاين أثمنة ديال السوق؟ كاين كيفاش السوق عامل السوق؟ الثمن كاين والسلوك ما كاينش الثمن كاين السلوك اللي ما كاينش الشاري ما كاينش وهاد الغلم هادي منين جبتوها؟ هادي خويا بقية إني راه السلوك صاير صاير هاو دابا صاير خريب كاع باقا صغيره باقا صغيره بجوجهم
في نفس الوقت. هذا معلف من عندك ولا شنو؟ هذا ديال البيع والشراء. المعلفه فين هي؟ في الدار. ونطلبوا يكون على خير المرضي. الدرويش هاي عيد اللي مقود عليه هاي عيد اللي ما عندوش هاي عيد بحال بحال. ولكن انا علاش محظوظ؟ انا علاش حاضرني؟ انا الله خلقك الله، الله سبحانه وتعالى هو اللي كيرزق. والاثمنه؟ بشر ما عندهم والاثمنه؟ اثمنه كاين. واش غنقول لك؟ والله تشاده على الصايمك والريح هما اللي شاده لهم. احمد احمد الريح وصايمك مصطفى. والشاده لهم. باي باي. مباشرة كامل الحوال كل شيء غلاك كل شيء رخاق كل شيء غلاك كل شيء رخاق بصح ما شوية على حسب الجودة ديال السوق وصافي يعني كل حاجة وثمنها، ولكن كاين شوية كاين رخا هذا العام كاين رخا ماشي شي حاجة غالية يعني على حسب الجودة ديال الخروف. السوق مزيان لا موجود خير تبارك الله، والفلوس على حسب الحالة ديال الواحد. الله يكون مع كل واحد وصافي. نعم يلا مازال كندورو والله لقينا بشي حاجة اللي كيف ما قلتي على قد جيبنا. هو هادشي اللي كاين، وكنتمناو عواشر مبروكة للجميع المسلمين ان شاء الله. الله يدخل عليهم بالصحة والهنا وبكل ما كيتمناو وبالتيسير وراحة البال ان شاء الله يا ربي. اعطيني هذا راه فينا هو. اذا لازلنا متبع الاوفياء متبع قناة شوف تي في من السوق الاسبوعي. فين هو هذا؟ الله يهدر. جاي من الحوس. تبارك الله تبارك الله. الغلم وما بيعاش. واش الصحافه؟ دانوس زرع على راس. جاي من الحوس. هذا هو معنا جاي من الحوس. زيد اجي مالك خايف هارد مالك هارد. سيدي بالنور. جاي من سيدي بالنور. هو معنا رخصوا معنا دابا ولا لا؟ الغلم كاين موجود. هيد هيد رخصوا معنا. راه كيدير عندنا غلا. كامل السوق اشري غالي شويه. غالي بيعنا ب 9000. ايوا شنو هي دابا هذه؟ شوف كم دايره هذه 150 فرانك بيعينا وتقول غالي. الله يهديك. طيحوا لنا شويه الثمن. 150 فرانك هذه 450. يلا هز سيدي. يلا هز ودي. هو الفلاح سيدي الناس راه خاسره رزقها. الله يحسن عون الجميع. ورخا كلها على وجههم. والله يجزيكم بخير. طيحوا معنا. ورخا الوقت راه مضاع. خاسره رزقها سيدي. الله يحسن عون الجميع. والله جا رخا. شكرا. حاجه زينه بالكامل. صحيه الناس راه واخده الغلا والعلف غالي. والله يحسن العون الكساب. اسمع الشريف الله يرحم الوالدين. القضيه راه الكساب الله يحسن العون ديالو. القضيه راه عيانه شويه فهمتيني. خاصهم يتعاونوا معنا. الدوله تتعاون مع الكساب. كامل السوق. السوق ناعس شويه. السوق يعني ما كاينش الحركه. ما كاينش الحركه. بنادم كورونا خويا. كورونا دوز عاب الكريدي. والله العظيم كورونا دوز عاب الكريدي بنادم. شحال من واحد مسكين عام سلف. السوق واقف. الكسيبه واش حال من المراه مسكينه هجاله ميته. الراجل تقول ما عنديش. السلعه غاليه. تقول مسكينه ما عنديش. الثمن ونردوا الثمن. واحنا كنصدقوا. واحنا دابا عينا السوق حتى بوالت. الخير باقي. السوق ناعس اخو. والعلف غالي. والعلف غالي هالمشكل. انتم كتشوفوا هذا الشيء. احسن العون اصحابي. القضيه راه قضيه واقفه. السلوك ما كاينه حتى معنا. والناس راه كورونا دوز الساعه بالكريدي. الحاول يحليل. خاصهم يتعاونوا مع الكسابه. الله يرحم الوالدين. والبيع والشرايه مساكن راه مهلوكه. والنعجه قليله. البيع والشرايه راه مهلوك المضروره. بيع وشريه تيطلطفوا. العلف غالي اخويا. اش غنقول؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. وشكرا شكرا. يتعاملوا معانا. وحمزه اسمع قود على المغرب. والله العظيم بالله لا معايير. الغربه خاي. حينا نطلبوا راسنا الحرقوا.
ما كيهضرش هذا ما كيهضرش ما كيهضرش عطى لهاد بورد ديرونا النظام هنا في السوق تماما ديرونا النظام ما تفوتوا 70000 فرنك في الناجه تماما الناجه 14000 الخروف 30000 السوق راه السوق راه مهلهل مرة اسي هذا صاحبي شري الزكريات بعجرة كان بعجرة انا وياه ولكني هذا الاعمار هذا الرجل صاحبي وعزيز عليا كنعرفو بحال الوالد طبعا قاعد نحطو هذا الرجل سيد الرجل السوق شنو اخويا هدر السوق هدر سيدي خويا بغيت السوق يكون مزيان نضمو السوق قضية مزيانة بغينا حنا الله يرحمكم الوالدين نضمو هاد السوق الله يرحمكم الوالدين زينو مزيان الله يرحمكم الوالدين السوق مقود السوق مقاش رخا كان رخا ديرو نظام السوق ها اجي اسيدي سوق كي داير السوق ها كي داير السوق عيان شويه ها عيان زعما شويه والله الا عيان والله الا جيت سبعه انا بعت منهم جوج ياه انت بعتي كوسي منين غا جوج بعت لا واش بعتي كوسي والله الا جوج بعت جيت سبعه بعت جوج يلاه كاين حنا عندنا القنب كيكون هاد ما كاين حاله وصافي والله ما كاين شي حاله بالله احنا كنضربوا تمالات وما كتبوش ها الكسيبه حيد حيد والله الا هاي تعال تعال السيدي تعال هذا اللي شاري غلم الجمله هو مرجع هذا باش يصير 10 دراهم من النعجه ديال المركوب 5 دراهم 10 دراهم ديال الصنك فين غادي يدي هذا الغلم ونصيروا حنا ولادنا كنديروها وهذا الراجل المسكين دابا شنو الحاله ثاني لو جاه كي داير كاين شي سولك دابا لا والو اخويا والو اخويا ما كاينش السولك والله اخويا شحال بعتي من وحده وحده يا راه وهذا اللي بايع وحده اللي ما يردها واش يرد شوف باش تعرفي الوقت ضعيف صراحه واش يردها للصاير واش يردها للعلف كي غايدير ليها واش غايصور 50 درهم في هذه البياسه هو والله تيخلي الخطيه راه ما كاينه حاله وصافي انا كنبغي اهدر اسعدي ما نقول اجلال اسعدي ما نقول والوقت عيانة جا وحدة شاي عيصور فيها شحال خصنا الدعم الوقت عيانة خلي 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 خصنا الدعم دعمونا هادشي ما يديرنا ولا خصنا الدعم اصاحبي الوقت عيانة مرة كورونا دارت خلاتنا مرة الكسيرة بقا نبيعو لا والو الوقت عيانة والله يا ابني